دلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها والتقرب طبعا إلى الله في أيام الشهر الفضيل. النهاردة تقرير بعنوان إصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة، اللي بيروي الحديث والقصة دي سيدنا أبو الدرداء. بيقول إن إحنا كنا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: ألا أخبركم بما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ سيدنا النبي بيقول للصحابة: أقول لكم على حاجة هي أفضل من الصلاة ومن الصوم ومن الصدقة؟ حاجة إيه اللي هيقولها سيدنا النبي الأفضل من الكلام ده؟ ده إحنا عارفين إن الكلام ده أفضل حاجة في الدنيا. سيدنا النبي قال لهم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، إن أنا أصالح الناس المتخصمة، إن أنا أصالح الناس اللي على خلاف مع بعض. الكلام ده عظيم جدا عند ربنا، الكلام ده مهم جدا عند ربنا. أجره وثوابه وعظمة هذا الأمر بيفوق حاجات كتيرة جدا، لأن ده الأصل، إن الناس تكون واحدة. إنما المؤمنون إخوة. وشوف كلام ربنا الرائع وهو بيقول لك: إنما المؤمنون إخوة. مش بس كده، فأصلحوا بين أخويكم. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول فأصلحوا بينهم المتخاصمين، لكن إنه يقول لك فأصلحوا بين أخويكم علشان يشعرك بإن أنت أخوهم فعلا وإن هم إخواتك. لو عايز ترتقي درجة كبيرة جدا عند ربنا، اصلح ما بين اتنين. لو عايز توصل لمرحلة صعب جدا ناس كتير توصل لها، اصلح ما بين اتنين، تدخل بالخير حتى ولو ما تمش الصلح. انت مش مسؤول عن الكلام ده، انت مسؤول عن السعي، انت مسؤول على ان انت تتدخل بالخير. ناس كتيرة جدا بنشوفها لما تلاقي مثلا اتنين اختلفوا مع بعض يقول لك: وانا مالي، انا ايه يعني اللي دخلني في وسطهم؟ ده يزعل مني ولا ده يزعل مني؟ لا يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادخل وتدخل بين الناس واصلح ما بين الناس. ما دام كلمتك طيبه اكيد ربنا هيكرمك. ده كمان ربنا قال لك في الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك كمان لو الصلح ده هيتم بالكذب، ان انت تكذب وتقول له ده فلان ده بيقول عليك كلام كويس، اكذب وقول. المهم توصل لنتيجه في الاخر ان انتوا تبقوا واحد. نحقق كلمه ربنا سبحانه وتعالى: انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبب الرحمة، كلنا بنبحث عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، كلنا بنعيش حياتنا نعبد ربنا ونصوم ونصلي ونجتهد ونقرأ قرآن علشان نوصل لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. بالفعل ده توصل للدرجة دي، بالفعل ده تستحق فعلا إن ربنا يحبك، إن ربنا يقربك، إنك تاخد درجة مفيش حد يقدر ياخدها بسهولة. والسلام عليكم.